خلونا في إطار يعني يمكن النهاردة والندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة المصرية وكلمة الرئيس واحتفالية بيوم الشهيد. الرئيس قام بتكريم أهالي الشهداء، ومن ضمن المكرمات السيدة الفاضلة وفاء حسين أحمد والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ يعني مش عارف هستخدم المصطلحات ازاي، لكن التكريم تكريمين، ربنا سبحانه وتعالى كرمك بانه رحمة الله عليه الشهيد ملازم اول محمد اشرف يعني يستشهد فتكوني امه، فهو تكريم من ربنا، ثم يأتي تكريم الدولة وتكريم الرئيس ليك النهاردة. شعورك ايه بهذا التكريم يا فندم؟ تكريم ربنا طبعا ده شيء جميل جدا، وده في الأول وفي الآخر يعني للشهيد ولأسرته، إنما تكريم الدولة ده بيدينا إحنا كأسر شهداء دعم معنوي كبير جدا. يعني بنحس إن الدولة معانا، فاكرة أولادنا، مقدرة شعورنا وأحاسيسنا، بيدينا دفعة جامدة جدا. يعني كون ان الرئيس يفتكرنا ويفتكر ولادنا ويكرمنا، ده بالنسبة لنا شيء كبير جدا جدا جدا. طب أستاذة وفاء، تقولي ايه للمواطن المصري اللي الشهيد ملازم اول محمد اشرف عبد الفتاح دفع حياته علشان حماية المواطن ده؟ انا عايزة بس اقول لحضرتك ان ابني لما دخل في مجال الكلية الحربية وأول ما تخرج راح سينا، بمجرد ما تخرج هو راح سينا، وكان في فترة عصيبة جدا 2014-2015، يعني كانت قمة الإرهاب، وسينا يعني كانت قلب النار زي ما بيقولوا في الإرهاب. ومع ذلك هو ما كانش بيشعر أنه هو هيضحي، بالعكس كان حاسس أن ده واجبه، واجبه انه يحمي ارضه، يحمي شعبه، يحمي اخواته، يحمي امه، يحمي ابوه، يحمي عيلته. نفسي كل مواطن مصري في مجاله ما يعتبرش نفسه انه هو بيضحي عشان خاطر البلد، لا، هو بيعمل ده علشان هو ده حق البلد عليه. ده دورنا ان احنا نعمل كده لبلدنا، ندافع عنها ونحميها ونرفعها ونعليها. ده واجبنا ودورنا. صحيح صحيح 100%. أحلى كلمة، أشكرك جدا 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 السيدة الفاضلة وفاء حسين أحمد والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، حجز مكانه في الجنة رحمة الله عليه. طيب هستأذنكم هنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل هنستأنف كلامنا في يوم الشهيد أو حول يوم الشهيد، هنستأنف كلامنا النهاردة حول الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة المصرية من تكريمات لأسر إخواتنا وأهالينا من شهداء هذا الوطن، ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية